اليوم هك حضرت على الاعتصام وواكبتوه. المشاكل اللي ادت للتحرك هذا هو كما قلت ثلاثة شهور ونص معنا شهريات، وهذا معناه يسمى ماهوش الأولوية بالنسبة لنا احنا كما قلت لك، خاطر احنا نحبوا دومين هذا، احنا نحبوا القطاع الإعلام نغيروا عليه، احنا نغيروا على مؤسستنا، خاطر احنا صنعناها ما نحبوهاش تسكر، ما نحبوهاش تمشي، ما حبيناش نعملوا حاجة تصبرنا للوضعية هذه، مش جديدة الوضعية هذه، عندها براتيكمون أكثر من عامين ديما تأخير في الجريات معناها، لكن المشكلة تفاقمت في البريود الأخرانية تو كما قلت لك ثلاث شهور ونص معناها براتيكمون ما عندناش حتى شهرية، ما خذينا شهريات. دونك دخلنا قررنا قلنا سي ستوب، معناها ما عندناش ما عادش نجمو نكملوا هكا، معناها عباد معناها يلزم وقفه، يلزم نتحركوا. عملنا اضراب اول، الاضراب الاول وصلنا فيه الاتفاق معناها مع نقابه الاعلام ومدير الجريده، وتفهمنا على جدوله معينه باش ناخذوا حقوقنا، ناخذوا مستحقاتنا، ناخذوا اول اوراقنا، ناخذوا فيش دي بي اللي ما ناخذوش فيهم توا عندنا خمس سنين، مش معناها تفهمنا على كل شيء، وانتظرنا كالعاده رجعنا نخدموا، خاطر احنا التزمنا بالاتفاق البرلماني، رجعنا نخدموا كالعاده. نستناو في نهار 10 باش نشوف السيد معناها اسكو باش يوفي بالعاد ولا لا. يا اخي كالعاده السيد نهار 10 ما جاناش، ولا ويزي عمل لك استفزاز، يعلق لك ورخه يقول لك غدوه عندنا ريونيون. رجعنا كالعاده، رجعنا عاود على بدا، رجعنا ضربنا من جديد. والبارح انا قلت لك دخلنا في اعتصام البارح في عود، انا باش نمشيو ديما في باش نلقاو حل، وبقينا معاه وحكينا وحبينا تنزلنا للاخر باش نلقاو حل باش نرجع المؤسسه. يا اخي السيد هذا البارح يفاجئنا ال 11 نتاع الليل يدخل علينا بقوات الامن وقال معناها يعطيهم بلاغ كذب، قال لي فما ناس ورا بها دخلوا لي جريده واقتحموا المؤسسه. هو شوف مع تواصل الازمه اللي داخل الجريده التونسيه، مع تواصل عدم خلاص الزملاء للشهر الثالث تقريبا، للشهر الثالث ما ثماش اجرات نتاعهم، مع تعنت المدير وعدم احترامي لكل الاتفاقات، يعني تتفق معاه وبعد ما يحترمكش يتراجع في الاتفاق وسياسه الهروب الى الامام. اليوم هذا اضعف الايمان بالنسبه لنا كصحفيين في وقفه تضامنيه مع الزملاء، يعني بالاساس مبدا التضامن بين الصحفيين هو مبدا اساسي لازم نرسخوه في القطاع. للاسف الشديد عندنا اشكاليه في هذا المجال. اليوم تقريبا اسسنا ايضا فرع نقابه صحفيين في الجريده التونسيه، هي بادره ايجابيه يعطيهم اكثر دفع، يعطيهم اكثر غطاء شرعي للتحرك ايضا. اليوم هذه رساله قويه لزملائنا اللي احنا معاهم كنقابه وطنيه صحفيين تونسيين، متبنين قضيتهم دايور، فكروا جديا في بعض في رفع قضيه بمدير الجريده، قضيه في شغليه وقضيه ايضا مدنيه. البارح تقريبا كان تنسيدون حكايه نصف الليل، جاهم يعني عمل بلاغ كذب وقال راهو المؤسسه شد صدموا علي عباد معناتها غرباء، اللي هو مش صحيح، اللي هو تقريبا هم ولاد المؤسسه معتصمين فيها، واليوم ضحوا اكثر منه باش المؤسسه هذه تبقى تقريبا خمس سنوات بدون عقود، بدون تغطيه اجتماعيه، بدون ادنى الحقوق الشغليه. ما نوصلوش نحكي على اتفاقات الاتفاقيه القطاعيه المشتركه كونفونسيون كولكتيف. اليوم هذه بدايه اولى للنضال، تعرف اليوم هذا ملف لازم يتحل سواء في المؤسسات العالميه كل تقريبا، نسبه كبيره منها ما تحترمش علاقاتها الشغليه مع الصحافي، وتقريبا اخر اهتماماتهم هو حق الصحافي، في حين الخدمه يطلبوا بها والعمل يكون هو اولى المطالب.